بالنسبة للتاريخ يرجع أولا نسبة للولي صالح مطير تسمت على أسماء أبنائه للزوز محمد وإبراهيم تسمت بني مطير. بالنسبة لبني مطير من كانت من قرية في عهد الاستعمار سنة 1947. بالنسبه للطابع المعماري حطاته كومبانيون برنار، هذه استنادا لللون نتاع الكومبانيون برنار اللي هي معناها يكون معناها قرمود من الاحمر والمارون فونسي. عندك البحيرات الجبليه، عندك الشلالات اللي هي تويكا منها العباد كل تجيها وتزورها ويتمتعوا بالجمال نتاعها، إضافة إلى منها وسط الغابة في حد ذاته. كيف كيف عندك لي بيست تورستيك وإل لي بيست سونتي اللي هما هم موجودين من قبل لكن ناقصين منها التهيئة وناقصين منها العناية به. بالنسبة للصد معناها انطلق الأشغال نتاع سنة 1947 من طرف كومبانيون برنار، هذه شركة فرنسية. عندك انت يعني من تويكا بالنسبه للبوبيلاسيون بالنسبه للبني مطير عندك 576، هذا حسب من الاحصاء اللي فات 576 قداش كذا تاكسو كثير قداش كذا ما تجاوش معناها الرقم هذا ما تجاوش 3 ملايين 4 ملايين. انت تشوف الطريق الجهويه عند 65 اللي هي في تويكا اللي فيها جليسمون، تصور نحن بنا نهزوا في التوفونا ونهزوا في التراب باش نسكروا الاخضر، قالوا مصبوبه لي 9 مليارات ونص لتو الطريق مازال، الله اعلم شوف يتنجز شوف ما يتنجز. بني مطير تنجم تعمل فيها كل شيء، تكتب الشعر، تأرخ، الهوايه اللي يحسك بها كلها تنجم تعملها في بني مطير.